خليني كمان نروح لدكتور محمد الحلواجي. ودكتور محمد الحلواجي هو رئيس نادي النيل. رئيس نادي النيل ده يا جماعة في كندا هو أول وأكبر تجمع مصري في كندا، مش كندا يا دكتور؟ مظبوط مظبوط. مظبوط. ازاي حضرتك أولا؟ أهلا، الحمد لله، أهلا وسهلا، أهلا يعني ده بحضرتك. شرف عظيم ليا لا ده إن إحنا اللي أنا أكون نتشرف، معاك. اتفضل. إحنا نتشرف بحضرتك. دكتور محمد، يمكن أنا بتساءل على أن يمكن النهاردة آخر يوم لتصويت المصريين في الخارج وفي المهجر بطبيعة الحال، ويمكن في كندا بيبقى إحنا عارفين أنه الدنيا بتبقى برد حبتين، حتى لو كان النهاردة الحد أجازة، بس ممكن يعني الناس تقول كندا كبيرة والتحرك من كندا أو داخل كندا من مكان لمكان ومن إقليم لإقليم ومقاطعة إلى مقاطعة، ده هيبقى فيه شيء من الصعوبة. هل ده أدى بالفعل إلى صعوبة في الانتقال للبعثة الدبلوماسية المصرية لأجل التصويت، ولا الناس فعلا راحت وأصرت إن هم يدلوا بأصواتهم؟ ما حصلش إطلاقا إن حد تألم أو قال مسافة بعيدة. المسافة بين تورونتو لمونتريال 4 ساعات درايفنج، لأوتاوا في السفارة 4 ساعات، وللقنصلية في مونتريال 6 ساعات من تورونتو. الناس، أنا كنت موجود هناك امبارح يوم السبت، احنا يعني خدت مننا 4 ساعات ووصلنا. كان الناس كانت طول السكة كأنهم رايحين فرح، طبل وزمامير جوه الأتوبيس. يعني كنا واخدين 3 أو 4 أتوبيسات، كل أتوبيس فيه حوالي 60 70 راكب. أتوبيسات سياحية. ايوه. كانت الناس بتزغرط وترقص وفرحانه وبتسمع اغاني وموسيقى، وكانوا واخدين معهم، يعني كانت فرصه ليهم ان هم يخرجوا من الشقه في الشغل وفي المعامل وفي المكاتب، لدرجه اني يعني انا ما كنتش مصدق ناس جميع الاعمار من 18 19 سنه لحد 70 سنة كانوا موجودين في الأتوبيسات، ما شاء الله، فرحانين بشكل. منهم اللي كان بيعيط، شعور دخول مصر في قلوبهم كان بيخليهم يحسوا إن هم عايزين يعيطوا من الفرحة، يعني مش زعل، عياط فرحة. يعني الحقيقة إطلاقا ما كانش في أي سبب إن الناس ما تروحش. يعني بقول لحضرتك ده من تورونتو بس، معانا في الدولة بتاعتنا كان حوالي 250 راكب الباصات اللي خدناها. يعني الناس كانت رايحة في حالة كرنفالية، مش مجرد تصويت وسعادة. فرح، سعادة ليهم ان هم رايحين يطلبوا اصواتهم، لان هنا الناس كلها مؤمنة بان الصوت دوت واجب علينا. رايحين بالظبط ريجاردلس، يعني هم يعني رايحين فين؟ في مونتريال ولا في اوتوا؟ لازم مثلا. صحيح. اللي اقرب من اوتوا راح لاوتوا، اللي اقرب من مونتريال راح لمونتريال. طيب اللهم وفق الجميع. انا بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر ليك دكتور محمد الحلواجي رئيس نادي النيل. زي ما كنت بقول لحضراتكم كده، نادي النيل هو اول واكبر تجمع للمصريين في كندا.